السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير. سعر الدولار والعملات في مصر اليوم، سعر الدولار اليوم، أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 15/7/2023، وهنستعرض في قناتي أنا وحياتي بإذن الله سعر الدولار في السوق السوداء فضلا وليس أمرا. أتمنى تشرفوني وتنوروني في قناتي باشتراك ولايك أخواتي وأصدقائي. أولا، سعر الدولار في البنوك ثابت 30.90 جنيه. الريال السعودي زي ما هو 8.24 جنيه، استقرار في سعره على الريال السعودي. الريال القطري 8.49 جنيه. أسعار العملات، دينار أردني 43.60 جنيه. الدينار الكويتي ارتفاع مخيف 100.95 جنيه. درهم إمارات استقرار برضو 8.41 جنيه. جنيه استرليني في ارتفاع 40.54 جنيه. اليورو شراء 34.71 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء اللي حيرنا جميعا، الشراء سجل 37.90 جنيه، والبيع سجل 38.77 جنيه. دايما وجودكم على رأسي من فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.